بلغ الحال حدا من الضيق المعيشي الذي لا يمكن احتماله، إنه حصاد عامين وأكثر من عبث الميليشيا الإنقلابية بمقدرات الدولة، من نهب الأسلحة إلى نهب المناصب إلى نهب الأموال، وأخيرا بيع أصول الدولة، سلسلة من الجرائم التي تسببت في ترد غير مسبوق لمعيشة اليمنيين ومست كرامتهم. يكابد موظفو الدولة الحياة بيأس شديد، يفقدون معه الأمل في الغد الذي يعد به الإنقلابيون بعد أن حرموا حتى من المرتبات محدودة القيمة والامتيازات التي كانوا يحصلون عليها. على خلفية هذا الفشل الكبير لسلطة الأمر الواقع في صنعاء، ها هما طرفا الانقلاب يحاول كل منهما إلقاء عبء الفشل وأسبابه على الآخر. حشد الحوثيون وأبواقهم أرقام الفساد المالية الفلكية المرتبطة بعهد المخلوع صالح في محاولة لتخفيف النقمة المتنامية ضد سلطتهم. أرقام كهذه تكشف عن جانب مهم من فساد صالح وحزبه، لكنها لا تستطيع أن تغطي على جرائم الميليشيا التي أطاحت بالدولة والاقتصاد وهددت حق الإنسان في الحياة من خلال الحرب التي أعلنتها الميليشيا على اليمنيين بإسناد من المخلوع صالح نفسه. أي أدلة أكثر وضوحا من هذه التي ينشرها الإنقلابيون ضد بعضهم، مؤكدين حقيقة واحدة هي أن اليمن ارتهن لأكثر من عامين بيد عصابة من الأشرار أتقنت الموت والخراب، وآن لليمنيين أن يتخلصوا منها ويستعيدوا دولتهم على قاعدة الانتماء لليمن الاتحادي الكبير.